السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على القناة ديالي. السلسلة ديال الليكور ديال البيولوجي والاستعداد للامتحانات. اليوم جيت بغيت نتقاسم معكم هذا ليكزام، بغيت نعطيكم فكرة على كيفاش تحطوا لي زيكزام ديال البيولوجي السيلولير. كاين بزاف ديال الانواع، كاين اللي تعطيكم كيستيون دو سينتيز، كاين اللي تعطيك كي سي ام. غادي نخدم هاد الاكزام، غادي يكونوا فيه كي سي ام، وغادي يخدم معاكم واحد اللي فيه لا ميثود ديال الريبونس، اما فري ولا فو الى غير ذلك. ما تنساش اذا كنت جديد في القناه دير ابوني، تبارطاجي هاد لا فيديو مع الماكسيموم ديال صحابك، ودير لايك، وتخلي كومونتير الى عندك تساؤل ولا انتقاد ولا يعني التشجيعات ديالكم راه تحفزني اني نبقى نحط بزاف ديال لي فيديو هاد السياق. ونبداو على بركة الله. أول سؤال قال لك طالبين منا أن نديرو سيركل على الريبونس اللي هي جيست يعني صحيحة. عطانا قال لك انسيلير بروكاريوت، وعطانا بزاف ديال الاختيارات. قال لك اي دي بوغ في دو نوايو، واش ما عندهاش نوايو. عطانا قال لك بوسيد دو لا دي ان سيركولير، قال لك نو بوسيد جامي دو فلاجيل، و بوسيد ان باروا بيكتوسيلوزيك. نبداو بلي ريبونس لي ماشي جيست، قال لك نو بوسيد جامي دو فلاجيل، خطا. علاش خطا؟ لان مثلا الى مشينا للباكتيري، البكتيري غادي ينصبو عندها دي فلاجيل، والبكتيري هي نوع من لي سيليل بروكاريوت ماشي اوكاريوت، يعني هاد البروبوزيسيون راهي خطا. نمشيو للبروبوزيسيون الثانيه، قالك بوسيد ان باروا بيكتوسيليلوزيك، عاد ما تنصيبو الباروا بيكتوسيليلوزيك، تنصيبو عند لا سيليل فيجيتال ماشي سيليل انيمال، يعني خطا. تبقاو لينا اي دي بورفي دو نوايو، يعني ما داش نوايو جيس، لان ماتيريال جينيتيك ما كاينش في واحد النوايو عند السيل بروكاريوت، ولكن كاين ماتيريال جينيتيك اللي هو ني تنشوفوه غير كيف السيتوبلازم، يعني ما كاينش عندنا واحد لونفولوب نيكليير. وثاني حاجه قال لك بوسيد دو لا تي ان سيركولير، وي صحيحه، لان كاين عندي باكتيري كنصيبو عندهم لا دي ان سيركولير. ان شاء الله من بعد غادي تقراو هاد سيرتو في الميكروبيولوجي، غتلقاو بان كاين ا دي ان اوبليغاتوار، يعني هذاك الماتيريال جينيتيك، وكاين واحد اللي هو فاكولتاتيف اللي هو لا دي ان سيركولير. يعني كاريزيمي من هنا راه تحط ليكزام ديالك وتبدا تخرج، وتبدا في نفس الوقت تراجع لو كور ديالك. سيلي البروكاريوت ما عندهاش نوايو، وما عندها وعندها لا دي ان سيركولير، نسيبو دي سيلي اللي عندهم لا دي ان سيركولير. قال لك واش ما كاينش الفلاجيل، خطا، لان قلنا هاد لي باكتيري كاين دي فلاجيل. ما كاينش واحد البارو بيكتوسيلولوزيك، قال لك بوسيد دي بارو بيكتوسيل، عندها واحد البارو بيكتو، ولكن هاد البارو بيكتوسيلولوزيك عندنا تنصيبو، تنصيبو هاد السيلين اوكاريوت ماشي بروكاريوت، تنصيبو هاد السيلين فيجيتال. قال لك كاين لا فونكسيون دي ريبوزوم، اشنو هي الوظيفه ديال هادوك لي ريبوزوم؟ واش ترونسبورتي لي ليبيد فيغ لا مونبا سيلولير، واش ديكرادي لي ماكرو موليكيل ترونسبورتي دون لا سيليل، واش برودوير دي بروتيين كي سون اوتيليزي بار لا سيليل، ولا برودوير دي اسيد نيكليك سيغ لو ريتيكولوم اندوبلازميك. البروبوزيسيون الصحيحه انها برودوير لي بروتيين كي سون اوتيليزي بار لا سيليل. في التراديكسيون، في الترجمه الوراثيه اللي قريتو في الباك ولا اللي قريتو حتى في لوكور ديال هاد البيولوجي سيليل، في الترجمه الوراثيه تيدخلوا هادوك لي ريبوزوم باش يقراو ليا هادوك السيكونس ديال لي اسيد اميني اللي من بعد غادي تعطينا لي بروتيين. يعني الجواب الصحيح انه برودوير دي بروتيين، ريبوزوم تيدخلوا في الصناعه ديال لي بروتيين. قال لك اشنو تنتج ليا الميتوكوندري، يعني الميتوكوندري اشنو تتعطي، ماشي تتعطينا مثلا تعطينا قال لك واش لاتيبي الاكسجين، واش هو الجليكوز الاتيبي في النواتج الجليكوزوي تيكون، ولكن في المتفاعلات باش يعطينا لاتيبي ماشي هو تيكون في النواتج ماشي برودوي. لاتيبي الفوسفات لا، الماء وديوكسيد الكربون صحيحه،
يعني هذه هي الصحيحة، يعني راه ما تنساوش يعني كونوا فاش تكونوا تجاوبوا عاود السؤال قراه، لان اللي فهمتي السؤال راه غادي يجاوب، فهمتي السؤال راه هو نصف الجواب كما تيقول. شوف هنا قال لك الجليكوز، قال لك واش الميتوكوندريا تنتج الجليكوز لا تي بي، اذا كنتي فيكسي ما فكرتيش تبان لك لا تي بي تقولي هو صحيحه وي، ولكن شكون اللي خلى هذيك البروبوزيشن خطا؟ قال لك الجليكوز الى تي بي، الجليكوز راه في المتفاعلات ماشي في النواتج. قال لك اوكور دو كال بروسيس ان فيليكي ان فيزيكي فيزيون تي افيك لا مومبران سيلولير، عندنا واحد الفيزيكي تتعقب تزداد مع المومبران سيلولير، علاش؟ اش من فينومين؟ واش البينوسيتوز ولا الفاغوسيتوز ولا الديفيزيون فاسيليتي ولا ليكزوسيتوز؟ اشني الفيزيكي؟ الفيزيكي تاخذ واحد الموليكيل مثلا تخرج لاسيليت تخرج على برا ديال لاسيلين، تتوقع واحد الفيزيون ما بين المومبران بلازميك، هذيك هي هذيك هي اللي تعطينا الفيزيكي. والفينومين باش تخرج ديك الموليكيل من لاسيليل تتسمى ليكزوسيتوز، يعني الجواب هو ليكزوسيتوز. فاش تكون تراجع في الكور حط واحد الجدول وعرف لا ديفيرونس ما بين ليكزوسيتوز البينوسيتوز ولوندوسيتوز. راه قبل مثلا في اكزام مثلا يسولك على لوندوسيتوز يعطيك كل جواب صح هو لوندوسيتوز واخا ما كاينش هنا، يعني فاش تكون جواب حط واحد الطابلو وبدا تفرق ما بين لوندوسيتوز ليكزوسيتوز الى غير ديك البينوسيتوز. كاين لا مومبران بلازميك il constitue uniquement d'une bicouche lipidique. واش تكون من بيكوش ليبيديك؟ لا. وفين مشات هذيك لا موزايك فلويد؟ يعني راه كاين فيها لي بروتين. خطا خطا ديال البروبوزيسيون. قال لي كومبورت دي غليكوبروتيين مي با دو غليكوليبيد، خطا، لان قلنا هذوك لي ليبيد اللي تيشكلوا لا مومبران راه اما تيتزداو مع لي بروتين تعطينا غليكوبروتيين، ولا تيتزداو مع لي غليكو ليبيد تعطيونا، تيتزداو مع لي ليبيد تيتزداو مع لي غليسيد تعطيونا لي غليكوليبيد. يعني خطا. قال لك بو افوار ان غليكوكاليكس، يعني سيل يعني لا مومبران بلازميك، يعني يقدر نشوف هذاك الغليكوكاليكس صحيحه. بروسي دي فونكسيون ملتيبل، راه الوظائف ديال المومبران قريتهم بزاف، لا بيرميابيتي دي ليميت هذيك الانتيريور ديال لا سيليل على الاكستيريور تسمح بلي دوك لي شونج، يعني عندو الوظائف ديالو ملتيبل متعددين ماشي غير وظيفه واحده. قال لك لو سيتوسكوليت كومبورت دي ميتوكوندري، صحيحه، يعني راح يدخل في الميتوكوندري. كومبورت دي ميكروفيلامو داكتين، صحيحه، فيلامو انترميديير، صحيحه، يعني قال نو بو جو نجو با لو رول او نيفو دو لا ديفيزيون سيلولير، خطا، هي ان سيتوسكوليت يدخل في لا ديفيزيون سيلولير، تلعب واحد الدور كبير في ديفيزيون سيلولير. قال لك لو بيت دو لا فوتو سينتيز اي دو بيرميتر لا سيلي فيجيتال، اشنو هو الهدف من الفوتو سينتيز؟ اشنو هو اشنو هي التعريف ديال الفوتو سينتيز؟ ان هذيك لا سيلي فيجيتال اللي هذيك النبته تتاخذ هذيك لينيرجي ليمينوز الطاقه الضوئيه اللي تجيها من الضوء تتحولها فين لينيرجي شيميك لي سو فورم ديال هذوك لي غليسيد. هذا هو التعريف. حنا غنقراو دابا البروبوزيسيون نبداو نقلبوا على التعريف الصحيح. قال لك ديبونسي دو لينيرجي، تتفقد لينيرجي لا ماشي برودوير دو لوكسيجين لا، النبتة تتمص الأكسجين باش الناتج يكون عندنا هو السي او دو ماشي الأكسجين، يعني هذا كاين خطأ. قال لك كابتي دو لينيرجي سولير و فابريكون دي غليكوز، كيما قلنا تتشد لينيرجي ليمينوز ولا سولير و تتحول لها دي غليسيد لي سو فورم ديال الغليكوز. قال لك ابسوربي دو ديوكسيد دو كربون، ما تديرش لابسوربسيون ديال ديوكسيد دو كربون لكن تدير لابسوربسيون ديال الاكسجين. ديوكسيد دو كربون تليبيري، يعني ليبير هذاك ديوكسيد دو كربون. قال كيلو لو رول دو لا بارابيكتوسيلولوزيك، شنو هو الدور ديال البارابيكتوسيلولوزيك؟ واش بيرميت لا بيرميابيليتي؟ لا، لا مومبران هو اللي كيعطي لك لا بيرميابيليتي. اسيري دو ترونسبور دي سيف، لا، لان هاد لا سيف فاش تقراو ان شاء الله البيولوجي فيجيتال غادي تعرفوا على السيف بغيت وسيف الافوري تدخلوا فيهم واحد جوج ديال ستريكتير ان شاء الله الكور ديال البيولوجي فيجيتال غادي تقراو في الاس 2 وغادي تعرفوا على ان كاين سيف الافوري سيف بغيت اللي تتوقع هذيك لي شونج ديالهم عن طريق فلوام وكزيلان ماشي البارابيكتوسيلوزي. قال لك دوني دو لا ريجيديتي دو لا يعني الباروا، لا باروا كاين لا مومبران وكاين الباروا تحت لا ستريكتير اللي تعرفتوا عليها سواء في لي تي بي ولا فاش كنتو تقراو لو كورس تبان لك هذيك لا ستريكتير ديال الفيجيتال واقفه، هذيك راه هي لا ريجيديتي، يعني
البروبوزيسيون الصحيحه ان البارو بيكتوسيلولوزيك تعطي لا ريجيديتي يعني الصلابه لديك لا سيلي فيجيتال. وصلنا لطريقه اخرى ديال الريبونس يعني فري فو، يعني نختاروا دابا نقولوا واش البروبوزيسيون صحيحه ولا خطا. قال لك لا دي ان ميتوكوندريا، لحقاش عندنا لا دي ان سميتو كي لا دي ان ميتوكوندريا. L'ADN mitochondrial est situé dans l'espace entièrement bagné, faux. L'ATP synthase de cette conférence de mitochondrie, de cette la chaîne de la phosphorylation oxydative, yani, la phosphore ou la taxou, yani, le terme de l'arabie, je ne sais pas, mais phosphorylation oxydative. Yani, l'ATP synthase utilise un gradient de protons pour maintenir son activité. Qui m'a dit que le courant de schéma recréé tout le bac, c'est même le proton il est caracon le bac, il y a quoi les mabine l'intérieur ou l'extérieur, il y a l'acidite qui nous aide, mitochondrie qui nous aide, même le proton. Je connais, j'ai une même avec le courant de schéma, ou la courant de schéma, mais il y a même avec l'ATP synthase. Yani, vrai, c'est vrai. Les nucléosomes sont formés uniquement d'octamères et de protéines distantes, khada. Inch'Allah, machif, inch'Allah, من بعد فاش غاد تقراو البيولوجي موليكيلير غادي تزيدو تعمقو بزاف في ديك الاستركتير ديال ولا في البيوشيمي استركتير في الاسترو فاش تقراو لي زاسيد نيكليك غاتعرفو على هاد الاستركتير ديال النيكليوزوم مزيان. قالك هما فورمي انيكوم دوكتامير اي دو بروتين ديستون، لا كاين شي حوايج اخرين. Les chloroplastes sont des organites, les chloroplastes ce sont des organites soumis autonomes avec un génome ADN. C'est ça. La membrane biologique sont conçues, les membranes biologiques sont les membranes biologiques, les membranes plasmiques. Les membranes biologiques sont constituées d'une bicouche lipidique dans laquelle s'intègrent des protéines. C'est ça. Il y a une acte de chauffe membrane plasmique ou une bicouche lipidique ou c'est-à-dire une bicouche lipidique qui est née de les protéines intégrées ou là qui conforment des protéines utilisées dans la mosaïque fluide pendant l'interphase de la phase de la cycle cellulaire secrète. Les cellules eucaryotes possèdent chronologiquement le passage ou l'intervalle des zémen par les passe mais c'est possible passe chronologiquement, il s'attarde من هذه المراحل. قال لك جي 1 جي 2 بوي اس صحيح باش هما يتشكلين هذيك الانترباس. لوغيتيكولوم اندوبلازميك ليس كاين ريغور او كاين ريغيور كاين ليس ان رول دو لا ديتوكسيفيكاسيون دي ميديكامون. يعني كيما تعرف الواحد فاش يشرب الدواء اللي مثلا بواحد كونتيتي كبيره تولي توكسيك، اي حاجه تزادت على لا دوز ديالها تولي توكسيك. ولكن شكون اللي كيلعب الدور ديال التنظيف ديال اللي سميتو كاين من لي زورغان ولا من لي زورغانيت، لي زورغانيت اللي كاينين في وسط لاسيديد كاينين هاد الريتيكروم اندوبلازميك ليس او بيان سور دي دروغ دو بوزون دي دروغ بحال المخدرات بحال dans le phénomène d'osmose qui est l'osmose tarif de l'eau, le passage de l'eau من واحد milieu moins concentré vers واحد milieu plus concentré. C'est le mouvement de l'eau travers la membrane plasmique se fait toujours le milieu plus concentré vers le milieu. هما قلبهم ليكم هنا باش تلفوكم خطأ دابا، لان قالك تمشي من البلي كونسونطري للموان كونسونطري، يعني ولكن العكس هو تمشي من الموان كونسونطري للبلي كونسونطري. غير هذا واحد التمرين عطاو ليكم قال لك ديال الاناليز ديال الادان، يعني الموان عطاو لابوغاتوار شدو الاناليز كونتيتاتيف ديال جوج ديال الادان، وحده نيميرو 1 نيميرو 1 نيميرو 2. الادان نيميرو 1 ليكستري خداوه من واحد السيليل ايمان ديال الانسان، عطاتهم 32% ديال لي بير ديال النيكليوتيد اتي، هذوك لي باز ازوتي زوج اتي عطاتهم 32%. بما انهم خداو تاني لا دي ان جوج اللي خداوها من
سبيس انكوني ما عرفوش 16% عطاتهم ديال السيتوزين و 22% ديال التيمين. قال لك كيلا لا تونور اون بورسنتاج اي لو نومبر دو باز ازوتي دي سيشانتيون 250 نيكليوتيد دو لا دي ان نيميرو 1 نيميرو 1 لا دي ان راس. المهم غادي تابليكيو ديك العلاقه ديال شارقا اللي قريتو في الباك وهي اللي غادي تخرجكم. كيل لي زانتربريتاسيون فيت يعني كونسيرنون سيت ستريكتير ديال لا دي ان نيميرو 2 يعني قال لك شنو هما كيفاش ممكن تحلل لا دي ان نيميرو 2. لا دي ان نيميرو 2 شنو فيها؟ فيها السيتوزين وفيها التيمين يعني بار كومبليمونتاريتي يعني عارف احنا السيت تمشي مع الجي يعني لي باز سي جي يعني اون تروف كو لا دي ان رونفيرم 100% دي 4 باز يعني فاش تنقولوا 100% وعاد تطبق عليها وزع هذيك 100% على هذوك لي باز باش يحصل على ديك الفالور ديال 76%. قال لي اون بو دير كو لا دي ان نيميرو 2 اي مونو كاترنير مونو كاترنير يعني احادية مونو كاترنير ماشي الكويدال ولا مونو كاترنير. عطانا في ليكزيرسيس 2 عطانا واحد ريبريزونطاسيون شيماتيك يعني هاد ليكزيرسيس 1 راه غادي تخرجوا بالعلاقه اللي نشرتها يعني خاصنا دابا الورقه والستيلو يعني اللي ما فهم شي حاجه يخلي اسفل الفيديو واحد الكومونتير وغادي نجاوبو ان شاء الله. ولكن غادي تخرج بالعلاقه ديال الشاركة وغادي تخرج بهذاك الكومبليمونتاريتي ما بين لي باز يعني التيرا ديما مع اشهر خاصني هنا اشهر خاصني هنا. المهم ديك العلاقه ديال الشاركة فهي غادي تخرجكم في هاد التمرين 1. ليكزيرسيس 2 قال لك عطانا واحد سيليل وعطانا فيها دي كروموزوم. قال لك كيلي لا فورمي الكروموزوم كروموزوميك دو سات سيليل الى حسبناهم عندنا دوزان لان زوج دوزان تساوي 6. قال لك سي سات سيليل سيبي لا ميتوز تعرضات الديفيزيون كسوغا لا فورمي ميتوز عمتها تشونجاش يعني دوزان غتبقى دوزان. سي سات سيليل سيبي لا ميوز هنا غادي تنقص دوز لثلاثة يعني هادوما يعني راه غير ديفينيسيون ديالكم تتوظفوهم في واحد الوظائف هنا. قالك سي ان سيلين سيلولير كومونس ا سو فورمي دو نوايو يعني واحد لا سيلين بدات تصوب يعني باقا في الديفيزيون وغادي تصوب يعني بحال نقولو سيلين في هادي بدات تقاد في النوايو ديالها. قالك اون غون فورمي دي زيكستريميتي دي سيلين دو كال تيب سي اس اتش دي يعني قالك كومونس ا سو فورمي ايسي des noyaux sont en train de se reformer aux extrémités d'une cellule, de quel type s'agit-il? Il y a une plaque cellulaire. Il y a une plaque cellulaire. Quel est le cas? Cellule animale en prophase. Il y a une plaque cellulaire. Il y a une plaque cellulaire. Il y a une plaque cellulaire. Il y a في كاينه ديك المرحله كاينه في التيلوفاز هي الاخرى باش تنقسم هذاك السيتوبلازم باش يعطينا دو سيلين في اللي هما كاملين. يعني الا قلنا سيلين انيمال في البروفاز راه خطا, سيلين انيمال في التيلوفاز راه خطا, سيلين فيجيتال في البروفاز خطا, سيلين فيجيتال اون تيلوفاز هي صحيحه. تنتمنى هاد ليكزامبل ديال ان اكزامان ديال البيولوجيسي اللي غادي يكون قربكم كيفاش تحطوا لي زيكزامان. ما تنساوش الا عندكم اشكال في شي اكزيرسيس من هادو ولا كيستيون خليو لي اسفل كومونتير وغادي نجاوبكم ان شاء الله. وبالنسبه لي ما فهمش داك التمرين اللي فيه كالكيل نقدر نعاود فيديو ان شاء الله نديرو كالكيل مجموعين. المهم راه ترجع تخرج العلاقة ديال الشهر كاف و هاديك لا كومبليمونتاريتي ما بين لي باز غادي تابليكيها و غادي تطيح ان شاء الله في الكافي. بالنسبة كيما قلت لكم ما تنساش تبارطاجي هاد الفيديو مع الماكسيموم ديال صحابك, دير ابوني في القناة و تخلي لينا لايك تشجعنا اننا نزيدو نديرو لكم بزاف ديال الفيديو. و غادي نخلي لكم تحت الحساب ديالي ديال الفيسبوك و الانستغرام و لان بزاف ديال لي زيكزام باقيين عندي و
وان شاء الله كل مره نجبد واحد فيهم. غادي نحاولوا شي ما نحطوش كل شيء هنا في اليوتيوب وغادي شي وحدين غادي نديرهم في الفيسبوك نحطهم في الفيسبوك كوريجي وكاين غادي نحطه في الانستغرام. يعني ما تنساوش تتابعوني حتى على الحسابات الفيسبوك والانستغرام. نتمنى لكم كل التوفيق والله يسر لكم ان شاء الله، وان شاء الله راجعوا وديروا الاسباب وما يكون غير خير ان شاء الله.